السلام عليكم. عليكم السلام، هلا استاذ هجيان، يا مرحبا. وزاه علومك ابو نايم. والله علوم الخير يا اخي، وش هذا الاتصال المفاجئ على الصباح؟ بشر. والله اني فاقدك. انت فقد غالي الطيب، وين ديارك؟ والله شفت الحجز عنده. وين؟ انا توني داخل الحجز. صدق؟ اي والله، انت داخل المكتب. لا برا شاحنة حمر. دقيقة اصبر. وين انت متكي بالشاحنة؟ ايه، ومعي بابلو تعرفه. ما في احد بالشاحنة. اصبر. السلام عليكم. نزلت ثواني. وينك؟ هذا ما تشوفه. هلا والله، هلا جيان، يا مرحبا. هلا وسهلا. يا مرحبا، شلونكم؟ كيف حالكم يا حبايب؟ يا مرحبا. يا مرحبا، اخباركم طيبين؟ والله بخير. طيب معاكم يا عيال اسلحه شيء؟ اعوذ بالله من الشيطان. عين من الله خير. امور طيب، الامور طيب. انت راح ثقيل خفيف، اي شيء تكفى. لا انا حدي نبيطه. وين الاسلحه؟ الله يعطيك العافيه. الله يعافيك. يا اهلا وسهلا، شخبارك؟ تمام الحمد لله، كيف حالك؟ والله الحمد لله. مغير شعرك يا اخي، سلامات. اي، غيرنا اللوك وغيرنا اللبس وغيرنا كل شيء. اكيد في سر اليوم، اكيد عامل لك عمله. ما يطمن وضعك، ما يطمن. والله يعني شوف، يعني بنغير اللوك وكذا عشان ما يزق. اسمع اه جيان ايش يقول ما قصرت على اللي سويته اليوم. وش مسوين انت وياه؟ لا يا رجل، خلها على الله بس. وش الجديد؟ لا تذكرني يا اخي، لا تذكرني. وش صاير يا ولد؟ قول بس وش ما هو صاير. وش اللي صاير واللي ما هو صاير؟ انا كان معايا سيدي فاتح قفال، كنت تبيعه. ها حلو، اعطيته فاتح القفال على اساس يعطيني 17,000. حلو، راح مع خويه في السياره وشرب. انحاش بالفاتح. عليكم. ما راح يتوفق. يا هل من اللي عنده فاتحين؟ انا قلت اسمع، انا قلت الله لا يسامح، وانا ما سامحته. لا يا اخي حرام، يا اخي تعبك. احد عنده يا ابو اخي؟ اربع مرات انسرق. تبي نصيحتي؟ بنصيحتي. ايه. لا تبيع الا على عصابات وناس موثقين منك. اعوذ بالله، عصابات. اي طيب يا اخي، عصابات لما تكون احد لابس لبس عصابه تحس في معك عداوه، لان اذا سوى عداوه مع شخص بتكون على العصابه كلها، بتنتف فيهم لين تقول امين، بتاخذ اسلحه الدنيا اساسا من وراء. هذا اللي المفروض يصير والله. ايوه. وش صار امس غير السرقه انه مسروق؟ يا رجل غير اني انا انخطفت. اعوذ بالله، لا أيوة. عين من الله خير، من اللي خطفك؟ والله اشوفك منخرش. ترجف انا اشوفك من طبيعي من اليوم. ترجف يا رجل، وغير الخطفه رهينه. اعوذ بالله، وعساك حصلت من وراهم شيء. لا يا رجل والله ما حصلت الا الضعول. لا الحمد لله جتك سلامه، هذه بالها لها مفطحه، اعزمك عليه اليوم. الله يكثر خير. اي والله بمناسبه والله سلامتك. يا بلا اصفر وتزين الامور. والله باب لو مو مضبوط. شف كم مجتمعين قالن كله اخويانا ما هم مضبوطين، قسم بالله. ايه مجتمعين، اجتماعهم يخوف، ومواعيد وجوالات. المشكله هم بابلو قبل شوي منصرق، يعني ما يتوب. وابو الفحم مشكوك في امره. اي والله. يا هلا والله. هلا والله. تدري مالي خلق اشيل اي سياره، تعبان يا اخي مره. اي والله. طيب وش رايك تطلع سطحه وتخاوي؟ ايه قدام. بسم الله. هلا والله. هلا روح يا مجروح على سطحه. والله يا ابو نايم شكل العين رجعت لي. قايل لك بابلو. يا ويلي يا بابلو. والله عطبك بابلو. والله انه عذبني بابلو. ترى يحسب انه ما غير شغالين شيء بهالسيارات. والله يا انه دجي. ما يدري انه نشيل سيارتين ولا سياره ونتعب. اذا ريوست وشلتها معناتها مو عين بابلو، معناتها انك غشيم والله. يا ركبت ركبتين انا بالسياره. مشينا والله من حطيتنا بالسيارة. والله انك ما انت مضبوط يا جيان. والله يا ابو نايف اني ما
لا 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 الحين تأكدت ان عطبك الرجال والله بابلو ما قصر فيني ابو نايف. اسلم. تدري وش العلم؟ وش العلم؟ جيتني عين. وين الجديد؟ انا من امس وانا اقول جيتك عين. ايش فيه؟ سلامات سلامات. ابو نايف ذول عصابة ما تقدر تقول لهم شيء. معقولة؟ والله. لا لا اجل ماني مناقشهم. هي. يا هجيان. ارسل. هذا بابلو يا ابن الحلال. بابلو. اللي عند الدراجات ذول اللي معهم دراجات كانوا بيخطفوني اتوقع. والله ما بطلع. يا اخي ما نكلم الشرطة ذول. حضرت العسكري. حضرك يا مواطن. في ناس شو اسمه في مواتر تمام. ايش اسم هذول اي دراجات يلحقونا وبدهم يخطفونا احنا يعني ما احنا قادرين نطلع نباشر شغلنا ايهم موجودين هنا شنوبي ولا شنو نوع الدباب هاي هاي هذول موجودين الان هنا قدام روح شوف ايه يعني والله هذا الوضع مخيف تعطيل والله تعطيل عن الشغل والله في احد يبي يفاتح والله حاليا غير متوفر واذا توفر راح نبيعه بسعر غالي ليه والله يا اخوك السوق هذا سعر السوق اسمع تبي فاتح مع هالرجال اللي وراه جيان راح قريب انه يحصل على الفاتح بس انه مغلي بس اسعارها مغليه مغليه هو مغليه وبعدين ترى مخطوف امس يعني ها راعه يعني نفسيته شوي متضرره ايه بس النفسية ما تضبط بالفلوس يعني قصدك الفلوس تحسن النفسية كان ما ضبطت بالفلوس يا زور وش يضبطها وش يضبطها يا زور علمني 16 توكل على 16 20 اوف 20 شفت قايل لك سعر السوق يلا روح اشتري 20 20 دولار 20,000 يا عمي انت تدري كم معي في البنك والله العظيم تشفع علي وتعطيني فلوس دقيقة امزح خلنا اعطيك الفلوس يلا هذا اللي عندنا شو نسوي يعني كم اعطيت زورو هندورا هذا يا رجال يا اخي هذا ايش عنده واقف على السياره خلينا مشينا خلينا نغير مكاننا السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته كيف هذا اخفاء من اشتري يا اخوي زورو يبي يشتري بس خايف منك زورو هذا قبل شيء هذا خواف هذا بكيف عاد براحته وين هذا زورو وش يضمن له اراك اي هذا زورو إيه انت بكم تبي تبيعه 15 والله زورو سعره مناسب لك مره مناسب لي يا ابوي تخيل يا ابوي تخيل اسمع اسلم اسمع يا ولد رحت اتعنيت وجبت من البيت وجيت في الاخير قال لي لا ما ابغى ايش الهباله هذه انا ما قلت له لا ما ابغى قلت له عاطني وبحول لك قال لي قلت لك اخي حول لي وبعدين اعطيك اياه معك ابو رنه يا حبيبي معروف هنا ابو رنه ونعم والله ونعم صحيح طيب وش الحل انت تدري وش المشكله انتم يعني كل واحد مو واثق في الثاني ايه هذه المشكله وهذه مشكله كبيره ليه انا ليه واثق ماني واثق فيه فتره تحذيرات كثير يا استاذ ابو رنه في البدايه ليش ما تعطيها الفاتح ويحول لك ما صراحه ما اثق انا مشكله لانه واحد جردبي ما اثق انا طيب وش الضمانات الحين قلت لك انا حاليا اتعامل يحول لي وعلى طول اعطيه موجود معي هو مخليني اروح البيت واجيبه وفي الاخير يقول ما ابغى يتردد ايش الكلام هذا طيب هذا مو كلام رجال لا والله كلام رجال تعطيني اعطيك الفلوس كيف حبيبي قلت لك انا حبيبي من البدايه قلت لك يا حبيبي حول لا ما اعطيك اياه على طول ما قلت من البدايه اول ما جبته لا يا حبيبي قلت لك انت ما سمعتني قلت لك انك انت ما سمعتني في الجوال الحمد لله اني ما سمعت مشينا رجال خلاص ما هذا خربت البيعه ما تبي فراس اقصر قصه حزينه اذا كان الواحد يعني مصمم على مبلغ على مو حتى مبلغ على طريقه مشكله والله يا رجال ما انت برجال انت اصلا لا عين من الله خير عين من الله خير عين من الله خير يا رجال اسمع ابو رنا يا ابو رنا عين من الله خير الفاتح معاك وفلوسه معاه عين من الله خير تعوذ من الشيطان هذا الشيطان هذا الشيطان تعوذ من الشيطان تعوذ من الشيطان يا استاذ ابو رنا تعوذ من الشيطان تعوذ وتعوذ من الشيطان اذا انت قدها اسمع مني تعوذ من الشيء يا زور انزل لي عصايه ترى بذكيك هنا لا لا عين من الله خير عين من الله خير دقيقه عين من الله خير اذا انت قد بس اسمع الساعه 3 بالضبط لا 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 هذا الشيطان يا رجال تعوذ من الشيطان لا لا عين من الله خير عين من الله خير عين من الله خير الصدام انا قلت لك كان رجال قابلني مربع 24 الساعه 3 لا عين من الله خير ابو رنه روح يا ابو رنه روح يا استاذ ابو رنه
انت ما قصرت والله عشانك بس موفق خير يا ابو رنا موفق خير الله يوفقنا وياك عين من الله خير يا زورو يلا يا اخي لا يا اخي قول ما انت برجال هذه كلمه ما تخرج من عين من الله خير عين من الله خير ان شاء الله تنحل الامور قول اللي بيطلعني جوله سياحيه انا راضي جدا اللي بيخاويني أيوة. مني 10 أيوة. برجر واثنين بيبسي لا والله وفرن وكلهن انت اه جيان انت بنتبه ليش 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 يا طيب ليش معليش معليش شد 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 والله يا زورو ما تبصيت شد شد ايش في سلامات 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 افا ليه كذا معليه افا وين وين الشرطه وين الشرطه وين الشرطه عنك لا حول ولا قوه الا بالله وش نسوي يا جيان؟ بطلع سطحه اوديها المستشفى يلا يلا عجل بساعة 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 يا جيان عجل سلام عليكم هلا ما شاء الله قوم سلامات سلامات الحمد لله على السلامة يا اخي شوف حصلت لي هذا شو اسمه الاسعافات حلوين والله يا اخي الله يهديه الله يهديه الله يهديه لا لا حتى ابو رنا خلك منه لا تتوعد ولا يتوعد خلك منه والله يشوف اما ابو رنا هو اللي دوس الحمد لله عدت على خير الحمد لله يلا انا بمشي توصون شيء بدري يا ابو نايف انا بروح عاد وان شاء الله نلتقي ها على خير ان شاء الله تدري عاد اليوم ما شلت شيء ولا اشتغلت شيء ما طولت انت في الدوام ايش اسوي خلها على الله يلا نلتقي على خير يا جيان على خير فمان الله يا غالي